قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وفاة اللاعب الجزائري وسيم جزار أثناء مباراة اليوم. ادعو له بالرحمة، ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة. بص يا سيدي، يعني في الملعب أهو، وزميله خبطه وقع على الأرض، محدش يعني الناس اتلمت، اللعيبة اتلمت حواليه، وبعد كده جات عربية الإسعاف بتاعة الملعب عشان تاخده، لكن لفظ أنفاسه الأخيرة وتوفى في الحال. فندعو له بالرحمة ونواسي أهلنا اللي هو أهلنا في الجزائر. والشاب دي كان لاعب تحت 17 سنة من الشباب بفرق ماء. ادعو له بالرحمة، ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.